السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ فطيمة. انا جبت ملوخية الصبح، طبعا نقعتها ارتفتها الاول، وبعد كده نقعتها في مية عشان غسلتها كذا مرة عشان المية ايه تبقى نظيفة، عشان تبقى الملوخية نظيفة زي الفل. طبعا ايه نشلتها من المية مع اني غيرت المية وشطفتها تحت الحنفية تاني. ملوخية خضرة جميلة جاية من فلاح كده مع عربية ممتازة والله، وقرطبتها جميلة جدا. شيل الورقة دي، طبعا هوريكم ازاي تفرزها لان انا مش هعمل كل دي، طبعا عملت طبقين، عملت بس طبقين بس اهم، عملت ملوخية جميلة جميلة جميلة. هنعمل ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. جبنا مية وحطيناها على النار بس كده، اول ما تغلي المية هنسقط فيها الملوخية اللي احنا ايه غسلناها دي. اقول لكم الطريقه ازاي تتفرز، سهله جدا ومش صعبه وهتبقى جميله، انا جربتها كذا مره، زي طريقه زي طريقه المصانع بالظبط واحلى. كده الميه غلت اهي، هنسقط فيها بقى ايه الملوخيه دي باذنك يا رب. اهي نسقط الملوخيه دي، بسم الله وبينا نستعين، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. دايما احنا بنعمل اكل او اي حاجه نقول ايه ذكر الله حلو قوي، بيخلي الحاجة كده فيها اطمئنان وفيها بركة وجميلة. طبعا هغسل الباقي لسه، انا بوريكم بس ايه اللي انا غسلته. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. من الخير الخضر الجميلة اهي، بصوا يا حبايبي هما بس غلوتين مش كتير، بصوا لونها اخضر وجميل ازاي، ولا نحطها على مية ساقعة ولا اي حاجة خالص، طريقة سهلة. احنا هنصفيها بس، هتاخد بس غلوة واحدة بس، يعني دقيقتين بس كده، يعني كده خلاص يعتبر اطلعها. وفي نفس المية دي احنا هنضربها في الكبة بيها او الخلاط، لو عندكم خلاط ما فيش اي مشاكل. دلوقتي خلاص بقى ايه المخرطة، محدش دلوقتي قليل لما تلاقي حد بيخرط في المخرطة. هنصفي كده اهو، اهي بصوا خدت بس ايه زي تقليبة واحدة. هنعمل بقى على نفس الطريقة دي، ما تفكرت ماما فاطمة بتسلم عليكم يا حبايبي وحشتوها قوي قوي قوي. بصوا يا حبايبي نصفي المية دي اهي، هنصفي الملوخية من المية المغلية، ما خدتش غلوة واحدة، ما نسيبهاش كتير على النار، هي غلوة واحدة بس. كلها تطلع اهي تتصفى صلاة النبي، طريقة جميلة وهتعجبكم اوي. هنصبها في كيسة دلوقتي عشان ما نضربها في الايه في الكبة او ايه او مفرمة عندكم او خلاط، كل حاجة ممكن، مفيش حاجة تقف معانا، مفيش حاجة بتقف معانا يا جماعة، كل حاجة لازم نتصرف فيها. ها بس اعمل الباقي، بس قلت اوريكم بس دول ايه هعملهم ازاي. خليكم معايا يا حبايبي. بص يا حبايبي احنا حطينا الملوخية، طبعا عملتها كلها اهي الحمد لله، خلصنا خلصناها ها، لسه هضربهم دول في الخلاط، ودي طلعتها اول ما بس تشرب تشم النار، يعني ما سيبهاش كتير على النار، يعني دقيقتين 3 دقايق كده بس. انا ضربنا ده في الكبة اهو، بص عشان منظرها، ما تضربهاش قوي عشان تبقى تقيلة وحلوة، ما تبقاش ناعمة، تبقى جميلة كأنها في المخرطة. هنصبها بقى في الكيسة. بص يا حبايبي الملوخية الجميلة، ما تضربهاش قوي يعني ما تبقاش ناعمة قوي، تبقى بردك فيها ايه دي روعة روعة. صبوها بقى ما تسقع شوية على الترابيزة لانها مغلية طبعا لسه معمولة، هتحطها في الفريزر. ممتازة ممتازة، طبعا انا عملت كل الكمية اهي، اللهم صل على النبي، الكمية كلها ضربتها اهي، انا ما بحبهاش تخليها ناعمة، يعني حلوة تبقى وسط كده وتقيلة وحلوة، والمية بتاعت اللي هي بتغلو فيها حط كبشة صغيرة، انا محطيتش عشان هي كان فيها ميتها ميتها المغلية، وضربوها كده في الكبة او الخلاط او اي حاجة وخلوها تقيلة كده حلوة، وحطوا في كيس على قد الطبخة اللي هتعملوها.
ممتازه. كل ما انزل هجيب كده ملوخيه واعملها، بتبقى الطريقه دي جميله قوي ناجحه، وانا جربتها كتير قوي قوي، ما شاء الله جميله. يا رب يعجبكم الفيديو يا حبايبي، استنونا في الفيديو الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.